سؤاله هو عفوا سؤاله هو انه انا اقدر اخذ سلفه من البنك الحكومي حتى اتزوج وانا بحاجه الى الزواج؟ نعم يا اخ يا عزيزنا يا احمد، انت تريد يعني تحافظ على نفسك وتريد تحفظ نفسك من الحرام، قطعا قطعا الزواج يصبح واجب عليك. اذا خاف الانسان على الوقوع في الحرام الزواج يكون واجب عليه، وانت يجوز لك تاخذ سلفه من البنك، ما في اشكال، حتى لو البنك ياخذ منك ارباح فانت يجوز لك ان تاخذ هذه السلفه، بس انوي في قلبك ان ما تعطي الارباح، بس هم ياخذوها، تنوي او ما تنوي هم ياخذوها، فانت انوي ان ما تعطي الارباح فلا اشكال في ذلك ان شاء الله تعالى.